قطعة طويلة حلوة في اتجاه ايمن منصور، مقطوعة على طول بدماغه مدحت عبد الهادي لاشرف قاسم في اليمين، طويلة حلوة لاحمد الكاس، ماشي احمد الكاس وعلى شماله، هوبا الله الله، حلوة حلوة والله. صاروخ بشماله يروح على يمين عصام الحضري في الدقيقة الأولى من اللقاء. اشترك احمد الكاس في اخر لحظة، كان حازم امام مقرر ان هو يلعب، وادي كرة مرة تانية احمد الكاس اهو، ويحط صاروخ بشماله في منتهى الجمال، حلو. كان حازم امام نازل يسخن، وبعدين يبدو ان عنده كده زي جرح خفيف في ظهر جزمته من ورا، فما امكنش ان هو يلعب، فطلع وجابوا احمد الكاس من البدلاء وحطوه، حطوا حازم امام في البدلاء. واحدة طويلة في الشمال ما تلاقيش حد خالص، سيبها مدحت، تبقى رامي التماس للزمالك من ناحية اليمين، هيلعبها مدحت عبد الهادي لحسين السيد، اشرف قاسم ماشي، يحيى نبيل حطها مرة تانية في اليمين لأشرف، مدحت عفت ماشي، عفت مخرم من الوسط وماشي، حطها على الأرض في اتجاه إسماعيل يوسف اللي بيشترك النهارده بعد إصابته في مباراة المنصورة، تتقطع لأحمد إسماعيل رقم 10، ماشي أحمد، حط واحدة طويلة في الشمال مقرية على طول في وسط الملعب لأيمن منصور، يحطها أطول أطول من اللازم في اتجاه خالد الغندور، يلاقيها عصام الحضر. النهارده بتتلعب 5 لقاءات غير هذا اللقاء، وكل اللقاءات دخلت في الحساسيه الشديده جدا، ان احنا دلوقتي في الاسبوع ال20، نقله بين ابراهيم الوالي وعيد اللوزي، حطها طويله في الشمال 3 شريف غزاله، حمدي عبد القادر 2 في وسط الملعب، الحلاق 8 يزقها احلى للحادي، وبينقل دمياط في وسط ملعبه، بيحاول طبعا 3 4 5 دقايق دولت يمتص بيهم حماس فريق الزمالك النازل النهارده متعطش لمكسب يريحه. خالد الغندور ماشي ومخرم لجوه، خالد ايمن منصور، وايمن منصور بيشوط مردود على طول مره ثانيه لعفت نصار، عايز يعدي عفت من ناحيه اليمين، يضغط عليه على طول وتبقى رمي التماس للزمالك من ناحيه اليمين. عفت نصار وجاي له اشرف من ورا يحطها له، فعلا اشرف لعفت نصار والواحد خالص عفت، وعرضيه حلوه معديه الناس كلها على طول في الشمال لمرعي، بيلم عصام مرعي وعايز يعدي من ناحيه الشمال، خش جوه مره تانية ماشي، يلم اسماعيل حلمي ويلمه مره تانية ويكعبله اسماعيل حلمي رقم 16، تبقى ضربه حره مباشره للزمالك من ناحيه الشمال. اسماعيل ومكمل نبيل محمود، سابها اسماعيل لخالد غندور عشان يعملها بشماله تقوم تلف، والحضري بيظبط والغندور عاليه، كانت معديه هناك لاحمد الكاس لما تتقرف السكه المرعي، ومرعي يضغط عليه على طول، نبيل محمود اسماعيل يوسف ماشي، اسماعيل على الارض، اشرف قاسم تسقيطها لايمن منصور عايز يزقها بدماغه حلوه في اليمين، انما كان احمد الكاس ورا شويه ياخدها الحضري. النهارده الاهلي بيلعب في المنصوره وعنده 42 نقطه، المصري بيستضيف في بورسعيد القناة، الاسماعيلي بيستضيف الاتحاد السكندري في الاسماعيليه، الترسانه بيستضيف الالومنيوم في 100 عقبه، والاولمبي بيستضيف جمهوريه شبين في اسكندريه. لقاءات كلها في منتهى الاهميه، وكل فرقه بتحاول ان هي تهرب من القاع وتخش في منطقه دافيه شويه، وادي احمد اسماعيل قاطعها من ناحيه اليمين نمرة 10، وعرضيه عاليه تعدي على طول قدام محمود عبده ويحطها مره ثانيه في الشمال، ودمياط يرجع ورا حمدي عبد القادر، حمدي بشماله عاليه مش لحد خالص، يروح لها حسين السيد، عصام مرعي ماشي، مرعي مدحت طويلة في اليمين يلم ايمن منصور ويرجع ورا مرة تانية، يحيى نبيل على الارض لعفت مدحت عبد الهادي، اشرف قاسم عفت نصار
على الارض الغندور، تطول من الغندور ياخدها في السكه حمدي عبد القادر، ترجع مره تانية الغندور في وسط الملعب عفه نصار، وتسقيطه طويله في اليمين وما لحقش الكره وتبقى رامي التماس لنادي الزمالك من ناحيه اليمين في الدقيقه 5 من الشوط الاول. رامي التماس من ناحيه اليمين هيلعبها عفت، بيلعب هو او تاب طويله عفت، يلعبها المره دي قصيره ويلم خالد، وكعبه حلوه في اليمين ومقطوعه وضربه حره مباشره للزمالك من ناحيه اليمين. الجمهور هنا النهارده ما يزيدش عن 8000 يمكن او اكتر شويه، و خالد الغندور هيلعب بشماله، وانا شايف احمد الكاس جوه وعرضيه ويلمسها عفت في السكه بدماغه وتروح لنبيل محمود في الشمال، نبيل محمود ويعمل واحده عرضيه الناحيه الثانيه خالص وتصليحه ولسه وبشماله اشرف، هوبا الله، حلوه حلوه فوق المقص الشمال بيردتين، تبقى ضربه مرمى لدمياط. بيلعب دمياط زي ما قلت لحضراتكم، وادي الكره هي مره تانية وعلى شماله حلوه تمشي فوق المقص بيردتين تقريبا. بيلعب دمياط 5-3-2، يعني بيلعب بدفاع ثابت بخمس لاعبين في الظهر وثلاثه في وسط الملعب واثنين فراوده احمد اسماعيل وعبده. الزمالك بيلعب 3-5-2. وادي دمياط من ناحيه الشمال ايمانويل اللاعب الغاني اللي كان الاهلي جايبه عشان يضمه وبعدين ما ضموش، اخده دمياط بالمجان يعني، وماشي الوالي ابراهيم الوالي 4، حطها على الارض مره تانية للحادي، تتلعب طويله في اليمين، ادي الحادي هو رقم 20 ماشي، حادي محمد تسقيطه حلوه في اتجاه عبده، انما ياخدها على طول مدحت ويطلع بره كورنر كده، كان ممكن تطلع اوت بسهوله قوي دي، طلعها مدحت كورنر، افتكر ان محمود عبده 9 ضغط عليه من على يمينه ففضل الامان. اهو محمود عبده رقم 9 في الصوره دي. ضربه ركنيه لدمياط من ناحيه اليمين هيلعبها اسامه حلمي 16. اسامه تسقيطه في القريبه يطلعها نبيل محمود، برافو يا نبيل، ترجع لاسامه مره ثانيه، عايز زقها مقطوعه ترجع له ياخدها اسماعيل. احمد الكاس طويله في اليمين للغندور وضغط عليه الشيف غزاله، يعدي الغندور من ناحيه اليمين وماشي ويلم كورته ويخش لجوه الغندور، وحلوه في اتجاه عفت نصار، لما تهالي اطول من لازم تعدي من احمد اسماعيل ياخدها عفت ويخش لجوه عفت وعلى الارض، انما كان عدى، كان عدى احمد الكاس حطها ورا ظهره، كان عدى احمد الكاس خلاص فتحطت الباصه ورا ظهره. وتاني دمياط في الشمال حمدي عبد القادر وماشي حمدي، وتطول وتبقى رامي التماس للزمالك من ناحيه اليمين. لسه الماتش ما خدش السخونه الكافيه بتاعته، ولسه دمياط بيلعب تقريبا كله في نص ملعبه باستثناء احمد اسماعيل رقم 10 اللي قدام ده، واحيانا محمود اسماعيل محمود عبده. وماشي مره ثانيه مدحت يحطها في الشمال لنبيل محمود، ايمن منصور مرعي على الارض، عفت نصار بتحرك عرضي على طول في اليمين والشمال، عفت للكاس والكاس يميس ويموه ويماشي وعايز يعمل وان تو مع عفت، تتاخر شويه وترجع لعفت طويله في اليمين وهيرفع وعرضيه يطلع على طول شيف غزاله، برافو يا شيف. والمنصوره متاسف دمياط متكتف في نص ملعبه، واحده طويله في الشمال ما تلاقيش حد خالص، ترجع من يحيى نبيل لحسين السيد، نبيل محمود احمد الكاس، الكاس في اليمين يحيى نبيل، اشرف قاسم ارضيه لعفت تتقطع من عفت لمحمود عبده للحاج، يسيبها لاحمد اسماعيل يضربوا الاثنين لخمه تتقطع وتروح لاسامه حلمي 6، يفتح في اليمين لابراهيم الوالي 4، يزقها تاني في وسط الملعب وماشي الحاج على يمينه لمحمد الحادي 20،
عايز يلعبها في اتجاه عبده تتقري من مدحت على طول وياخدها مدحت ويرقص ترقيصه حلوه الحاج ويلعبها حلوه في اليمين لاحمد اسماعيل. احمد اسماعيل يلم كورته وماشي احمد وماشي وداخل لجوه وماشي احمد اسماعيل ويشوط شوطه انما مردوده على طول توصل مره تانية في اليمين للحادي مقطوعه من الحادي وياخدها تاني اسامه حلمي 16 ويجي يلعبها اسامه تطول منه ويسيبها اشرف لحسين السيد. متماسك دمياط في العشر دقايق دول ولسه الزمالك ما لعبش كره خطيره على مرمى الحضري الحارس الدولي عفت نصار اشرف اسماعيل احمد الكاس ودفعه في ظهر احمد الكاس تبقى ضربه حره مباشره على الحاج تتلعب على طول لاشرف هاسم في اليمين طويله في اتجاه الغندور ومرة تانية في وسط الملعب اسماعيل يوسف في الشمال مرعي عصام مرعي ارضية وماشي ويلم مرة تانية عرفت نصار يزقها منه شيف غزالة ثلاثة اسماعيل يوسف احمد الكاس ويتزق الكاس وتبقى ضربة حرة مباشرة للزمالك من ناحية الشمال. ضربة حرة مباشرة للزمالك من ناحية الشمال مكان حلو قوي قوي ممكن يتشاط مباشرة على الجون منه وممكن تتسقط سريعة في القريبة أو في البعيدة حسب بقى ما اللعيبة متمرنة وشايف عفت وأحمد الكاس وجنبيهم الغندور وداخل عفت لجوه وسابها هوبا حلوة حلوة يا كاس قلنا والله في القريبة حطها جميلة قوي أحمد الكاس ترتد من المقص ولسه من ناحيه اليمين ولسه وماشي اسماعيل ويزقها منه بره تبقى ضربه ركنيه زقها حمدي عبد القادر تبقى ضربه ركنيه للزمالك من ناحيه اليمين انما حطها حلو قوي احمد الكاس لو وراها لنا تاني الاستاذ عادل هلال تبقى جميله جدا جت على المقص على يمين الحضري حلوه حلوه حلو ضربه ركنيه من ناحيه اليمين اهي مره تانيه اهي دخل عفت لجوه ودخل احمد الكاس وحلوه على العارضه وهوبا وعرضيه طويله تطلع مره تانية في وسط الملعب محمود اسماعيل ترجع من نبيل لمدحت لمرعي اللي بيخش لجوه من ناحيه الشمال على طول وبيفتح نبيل لبره ماشي مرعي عايز يلعبها طويله مقطوعه يعلي فوق خالص اللوزي مش لحد خالص ودمياط كله في نص ملعب نبيل محمود مدحت عبد الهادي ماشي مدحت حطها طويله في اليمين لاشرف قاسم ارضيه لخالد الغندور ماشي خالد وتتقطع من خالد ترجع مره ثانيه لاسماعيل عفت نصار عفت وايمن منصور وايمن هوبا فوق فوق يا ايمن عاليه ضربة مرمى لنادي دمياط هيلعبها عصام الحضري حضري والحضري عالية يلعب مدحت بدماغه بقلشة كده تطول في اليمين في اتجاه يحيى نبيل يلمها يحيى برافو يا يحيى اشرف قاسم ماشي اشرف عفت نصار مدحت عبد الهادي عفت نصار بوش رجله الخارجي في اتجاه خالد الغندور يسيبها خالد ويروح لها مره ثانيه ويلم لجوه خالد ولسه انما تطول من خالد ياخدها منها على طول حمدي برافو يا حمدي حمدي عبد القادر يلعب واحده طويله في اتجاه احمد اسماعيل اشرف قاسم يلمسها لنبيل محمود مرعي ماشي مرعي يسيبها لعفت نشيط قوي عفت الحقيقه ويشوط شوطه حلوه يا واد يا لعيب بس بعيد شويه عن القائم انما بيتحرك كتير الحقيقه عفت نصار من اللعيبه
اللي بتجيد الحركة وبتجيد الجري بالكورة. ضربة مرمى لنادي دمياط. هيلعبها عصام الحضري عليها. يرد مدحت عبد الهادي. يردها تاني غزالة لأحمد إسماعيل. أحمد ومعاه نبيل محمود. ماشي أحمد رقم 10 إسماعيل. ويلعب واحدة طويلة في اتجاه أسامة حلمي. يسيبها عصام مرعي. ويرجع ورا لأشرف قاسم. وهنا في هيصة كبيرة قوي في المدرجات، هنعرف حالا نقول لحضراتكم الهيصة دي بتاعت ايه. مدحت عبد الهادي. مدحت وتسقيطة طويلة في اليمين. ويلم مرة تانية اسماعيل وماشي. وماشي اسماعيل يضغط عليه على طول. حمدي عبد القادر. وتبقى ضربة ركنية للزمالك من ناحية اليمين. ضربة ركنية للزمالك من ناحية اليمين راح لها خالد الغندور. والهيصة دي كانت سألنا في إذاعة شباب ورياضة. المنصورة تقدمت بهدف وبقت 1-0. وادي مرة تانية مع ماتشنا النهاردة خالد الغندور من ناحية اليمين يلعبها بشماله عالية. يجي يلمسها في السكة أشرف قاسم، إنما تطول وتبقى ضربة مرمى لنادي دمياط. لعب الكرة عالية. عصام الحضري ثبت كورته. حضري طويلة بدماغه على طول مدحت. برافو يا مدحت. ترتد مرة تانية في الشمال للحاج. يجي زقها في اتجاه محمود عبده. ياخد زقة محمود وتبقى ضربة حرة مباشرة لدمياط من ناحية الشمال. بيدرب دمياط كابتن عادل طعيمة. وبيدرب الزمالك كابتن أحمد رفعت وكابتن فاروق جعفر. ولما تيجي فرصة إن شاء الله نقول الجاهزين كاملين. وادي دمياط ماشية مرة تانية من ناحية الشمال. وهيرفع وماشي واتضغط عليها على طول بره. تبقى ضربة مرمى للزمالك في الدقيقة 17 من الشوط الأول. 0-0. مدحت عبد الهادي ماشي على شمال عصام مرعي. طويلة في الشمال أحمد الكاس. ومعاه الحاج. يتزحلق الحاج وتبقى ضربة ركنية للزمالك من ناحية الشمال. زحلة معاه الحلاج. تبقى ضربة ركنية للزمالك من ناحية الشمال. هيلعبها برضو خالد الغندور بشماله. وداخل مكمل نبيل محمود بيجيد ضربات الرأس. وواطية المرة دي يلمسها أشرف قاسم. ما تلاقيش حد خالص. يعلي فوق محمود عبده. احمد اسماعيل على صدره. تطول من احمد. تبقى رامي التماس للزمالك. يلعبها الغندور لمدحت عبد الهادي. عرضيه في وسط الملعب. عايز يشوط من بعيد وعايز يشوط نبيل. وماشي مره ثانيه وهيزقها على يمينه ليحيى نبيل. عرضيه حلوه يطلع بدماغه الحلاج على طول. تعلى من اسماعيل مره ثانيه عاليه. اسامه حلمي وسط الملعب ياخدها اسماعيل. وفي رفعه رجل تبقى ضربه حره غير مباشرة للزمالك في نص ملعب دمياط تقريبا. اسماعيل مرعي وتسقيطة عالية من مرعي في اتجاه كاس. ترتد مرة تانية في وسط الملعب. طويلة من الحادي لمحمود عبده رقم 9. يعدي بسرعته ماشي محمود عبده. وبيجري له جوه احمد اسماعيل. يعملها له عرضيه تعدي الاثنين. برافو يا نبيل. ياخدها في السكه وهوبا في السماء. حمدي عبد القادر في السماء. تبقى ضربه مرمى للزمالك. ادي حمدي عبد القادر اهو راجع في الصوره. رقم 2 اللي كان بادي ناحيه الشمال مع الغندور جه معاه هنا ناحيه اليمين. حمدي عبد القادر بيتحرك معاه في كل حته.
حمدي عبد القادر رقم 2 بيتحرك مع خالد غندور رقم 4 في كل حته في الشمال ويمين. واللي جاب هدف المنصوره تامر بجاتو مع النادي الاهلي. مره ثانيه نادي الزمالك من ناحيه اليمين توصل لاشرف قاسم لمدحت. ماشي مدحت على الارض ياخدها مع اسماعيل لمدحت. مردوده ثاني في وسط الملعب. ماشي عفت نصار بالعرض. عفت تطول من عفت وتزق منه وتبقى رامي التماس للزمالك من ناحيه الشمال. عفت نصار يرجع ورا للحضري لعصام مرعي. عصام مرعي ارضيه حلوه توصل لعفت مره ثانيه في الشمال وهيرفع مرعي وعرضيه عاليه الحضري. برافو يا حضري. تلت ساعه على بدايه الشوط الاول وما زالت النتيجه التعادل بدون اهداف بين الزمالك ودمياط في ختام مباريات الاسبوع رقم 20. عصام الحضري عاليه. مدحت يردها بقوه في وسط الملعب. ياخدها الحلاج يحطها على يمينه لابراهيم الوالي 4. ماشي ابراهيم الوالي ومعدي ومخرم من الطرف. ماشي الوالي في منتهى الخطوره وعرضيه يضغط معاه مرعي يقوم تاني الوالي وتبقى ضربه مرمى لنادي الزمالك. ضربت في ابراهيم الوالي قبل ما تطلع. يلعبها على طول حسين السيد في اليمين ليحيى نبيل. ارضيه الغندور يرجع ورا مره ثانيه ليحيى. والزمالك لغايه دلوقتي قدر يوصل بكوره الكاس الثابته بس. وادي تسقيطه في اتجاه ايمن منصور وحلوه بدماغه للغندور في اليمين. لازم طبعا ياخدها على شماله الغندور وعايز يرفع بيمينه. هنشوف كده. اخدها على شماله ورجع ورا مره ثانيه وهيرفع وعرضيه عاليه يطير فوق في الهواء. عفت نصار والحضري كان مكمل. عفت نصار حلو قوي الحقيقه من ناحيه اليمين ووقع لاعب من دمياط بره الملعب. طبعا هنا اللاعب استأنف على طول خبط في الاعلانات بره انما شايفه قام ودخل على طول. ويلعب الحضري كره عاليه بره وتبقى رمي التماس للزمالك من ناحيه اليمين. والحكم رايح يشوف لاعب واقع من دمياط على الارض وبيشاور للجهاز الطبي لنادي دمياط. لكن قام اللاعب الحمد لله سليم مفيش حاجه وخرج. هادي حمدي عبد القادر اقول اللي بيلعب على طول اللي هو كان واقع ده اللي بيلعب مع خالد غندور. قام مفيش حاجه وخرج الجهاز الطبي لنادي دمياط. وتلعب رامي التماس على طول توصل في وسط الملعب لعفت نصار. ماشي عفت ارضيه بزقه في ظهر احمد الكاس تبقى ضربه حره مباشره لنادي الزمالك على مسافه تقريبا 31 32 يارد. ادي الغندور وعفت والكاس واسماعيل حوالين الكوره. نقول حوالي كده 30 ياردة تقريبا من مرمى الحضري. الغندور واسماعيل والكاس. وحيطة من أربع لعيبة بس. وداخل الغندور وشوطة في السماء فوق. تبقى ضربة مرمى لنادي دمياط. ادي 24 دقيقة تقريبا. زمالك ودمياط 0-0. واقدر اقول ان الفرصة القريبة لنادي الزمالك في خلال ال 24 دقيقة اللي فاتوا هي الضربة الحرة المباشرة اللي سددها احمد الكاس ضربت في المقص اللي على يمين الحضري وارتدت في الملعب. فيما عدا هذا لسه الزمالك ما وصلش بفعالية على مرمى دمياط وايضا دمياط لم يصل بفعالية بالمرة على مرمى الزمالك. اسماعيل على يمينه يحيى نبيل. عفت نصار الغندور وفي ظهره هتلاقي نمره 2 على طول حمدي عبد القادر. اشرف قاسم ماشي اشرف على الارض. عفت مرعي. عفت اشرف قاسم مرعي مدحت عبد الهادي اسماعيل مدحت
ماشي مدحت وهشوط شوطه حلوه. الله 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 حلوه. الله حلوه حلوه حلوه. صاروخ من مدحت عبد الهادي بعد خمس ست نقلات يطرلها الحضري ويطلعها بره ضربه ركنيه. ادي مدحت اهو واطلق صاروخ ارض ارض يطير الحضري ويطلعها بصعوبه ضربه ركنيه من ناحيه اليمين هيلعبها الغندور بشماله وعاليه وحلوه يطلع فوق حمدي وترتد بره وتبقى رمي التماس للزمالك من ناحيه اليمين. ضاغط الزمالك اديله 3 4 دقايق ومره ثانيه مرعي يزقها في اليمين عفت نصار مرعي الغندور ماشي الغندور وداخل لجوه وتسقيطها حلوه هوبا يطلع الحضري على طول. برافو يا حضري لاحمد اسماعيل راس حربه دمياط وواقع على الارض الحضري ونبيل محمود اللي كان مشاركه في الكره اللي فاتت دي سليمه ان شاء الله للاثنين. اشتراك كان قوي بفدائيه من الحضري ونبيل محمود يقع الاثنين على الارض اهي مره ثانيه اهي دي الشوطه دي اللي هنشوفها اعتقد. ادي مدحت اهو وعدى مدحت ودخل لجوه واطلق صاروخ من 30 32 يارده حلوه 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 يا مدحت وعصام الحضري يطير وبعديها كانت الضربه الركنيه اللي وقع فيها الحضري ونبيل محمود. جمهور لا باس بيه حضر النهارده وطبعا بنطلب من جمهور الزمالك والاهلي وكل الانديه ان يقف ورا فرقته حتى لو الفرقه تعرضت لكبوه او لهزه لان مفيش فرقه هتفضل تكسب على طول والخساره وارده في قاموس كره القدم. انما الجمهور المحب الواعي لازم يقف مع فرقته في السراء وفي الضراء. قام الحضري الحمد لله سليم وقام نبيل محمود الحمد لله سليم وهيستأنف السيد العزبي اللقاء. وادي الجمهور الجميل قوي لنادي الزمالك اللي حاضر النهارده اللقاء. تتلعب الكره على طول في وسط الملعب لاشرف قاسم عفت نصار تسقيطه طويله في اليمين ليحيى نبيل 21 يحيى ويلف واحده تضرب وتبقى ضربه ركنيه للزمالك من ناحيه اليمين. الغندور وعاليه وبدماغه تعدي من قدام ايمن منصور ترتد مره ثانيه في الشمال لمدحت وعايز يسقط مدحت ولسه بيدور وتسقيطه للكاس هوبا الله جوه جول 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 جول. الله الله ايمن منصور من متابعه جميله قوي قوي يلمقنا الحكم لغاها الحكم لغاها الحكم لغاها. هنشوف لغاها ليه. انا شايف رايه هناك من سعيد عبد الله بتشير الى تسلل. لو شفناها مره ثانيه مع الاستاذ عادل هلال نقدر نحكم كلنا مع بعض انما لغاها باعتبارها تسلل. اكيد هنشوفها ويستأنف اللعب على طول من ناحيه اليمين طويله مقطوعه اسماعيل يوسف اهي مره ثانيه الكره اهي وادي تسقيطه من مدحت ولمسه معرفش هل يعتبر ايمن منصور متسلل ولا لا. بمنتهى الامانه انا مش قادر احكم من مكاني هنا انما حضراتكم شفتوها. لو ايمن منصور معدي اخر مدافع يبقى اوف سايد لو مش معدي معدي اخر مدافع ما يبقاش اوف سايد. امتى؟ لحظه خروج الكره من الزميل من عندي من هنا ومن قدام التلفزيون حضراتكم تشوفوها وتقدروا تحكموا عليها. ومره ثانيه اسماعيل طويله في الشمال الغندور الغندور هيشوط وهيشوط وبيلم ويحط مره ثانيه عرضيه هوبا ايمن منصور للغندور في الشمال وبيلم الغندور يضغط عليه على طول اسامه حلمي 16 وداخل لجوه اسامه ويعدي من القلب ماشي اسامه اسامه يرجع ورا في الشمال لحمدي طويله مره ثانيه لاسامه اللي مكمل مع الفراوده وبزقه كده ياخدها مدحت عبد الهادي. اسماعيل منقوله في اليمين توصل لعفت نصار يضغط عليه لمدحت عبد الهادي اشرف قاسم اسماعيل يوسف. انما عجبني قوي من لعيبه الزمالك امتثال سريع للقرار حاجه في منتهى الروعه الحقيقه وروح جميله جدا. ومقطوعه مره ثانيه لابراهيم الوالي في وسط الملعب الحلاج
يلعبها طويلة في اتجاه احمد اسماعيل اطول من اللازم، تبقى رمي التماس لنبيل محمود. 29 دقيقة على بداية الشوط الاول، ما زالت النتيجة التعادل بدون اهداف، ولغى الحكم السيد العزبي كورة ايمن منصور اللي دخلت الجول براية من السيد العزبي على تسلل ايمن منصور. ضربة حرة مباشرة هيلعبها عيد اللوزي رقم 18، حطها تاني في وسط الملعب للحلاق 8، يرجع لابراهيم الوالي 4، الوالي والوالي يلعب واحدة طويلة في اليمين في اتجاه احمد اسماعيل، تبقى ضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك. نبيل اشرف قاسم وبيرتد فريق دمياط كله في وسط ملعبه، وبيسيب ورا احمد اسماعيل ومحمود عبده، بيسيبوهم مع خط ظهر الزمالك، وتتنقل مره ثانيه طويله في الشمال، ماشي حمدي عبد القادر من ناحيه الشمال، ومعدي حمدي ومعدي حمدي، انما اتقطع عليه على طول. برافو عفت نصار في وسط الملعب في اتجاه مرعي، يقراها في السكه اسامه حلمي، ياخدها نبيل محمود، اشرف قاسم، اسماعيل يوسف، اشرف قاسم، ماشي اشرف، ارضيه لايمن منصور لعفت في اليمين، توصل يحيى نبيل لاشرف قاسم مره ثانيه في وسط ملعب دمياط، بشماله ايمن منصور، يضغط عليه من ابراهيم الوالي 4، توصل لمحمود عبده 9، تطول من محمود عبده، تتقطع على طول لمدحت، يعمل واحدة طويلة من عبرات القارات للغندور في الشمال، الغندور ومعاه حمدي اللي ماسكه في كل حتة، والغندور عرضية عرضية حلوة، يخش الكاس جوه الجون، انما الحاضر يمسكها قبل ما تخش الجون، انما عدى الغندور حلوة قوي من ناحية الشمال الحقيقة، وعملها أرضية عرضية سريعة جدا. لو الكاس واخد خطوة أسرع شوية، أدي أهو الغندور ومعاه ظله حمدي عبد القادر، ياخد حمدي ورا ظهره الغندور ويمشي بيها حلوه من ناحيه الشمال، ويلعبها ارضيه كانت عايز تطلع لبره شويه وكان متابع فيها الكاس. تتنقل الكره على طول لحسين السيد لاشرف قاسم، ماشي اشرف، اسماعيل يوسف، اشرف قاسم، ماشي، وطويله في اتجاه ايمن منصور بدماغه يزقها في اليمين، ما تلاقيش حد خالص ياخدها، ابراهيم الوالي 4 ويطلع بره، تبقى رمي التماس للزمالك من ناحيه اليمين. يحيى نبيل طويلة لعفت نصار، عفت ومعاه شريف غزالة، ياخدها منه شريف وتطول من شريف، وتبقى هنشوف حسابها ايه، رمي التماس للزمالك من ناحية اليمين. وادي احمد رفعت وفاروق جعفر واقفين في متابعة مستمرة على طول، ويلعب عالية يحيى نبيل، خالد الغندور ويطلع مع اللوزي، هوبا يطلع مرة تانية في وسط الملعب، مدحت، اشرف قاسم، اسماعيل يوسف، اشرف، حطها مره ثانيه على اليمين لمدحت، عايز يعدي مدحت، تطول بكعباله كده، تبقى ضربه حره مباشره للزمالك من ناحيه اليمين. اسماعيل والغندور، اسماعيل عالية، اشرف قاسم بدماغه يلمسها، توصل للكاس مرة تانية في الشمال، الكاس يطلع لبره الكاس، يزقها منه اشرف الحلاج، تبقى رمي التماس للزمالك من ناحية الشمال. تتلعب الكرة على طول لمرعي، داخل مرعي جوه وبعدي، وهيلعب عرضية، هوبا حلوة، عايزة تطلع لبره شوية، برافو يا حضري. الحضري، انما اقدر اقول ان ال 33 دقيقة اللي فاتوا الزمالك ماسك كرة تماما في وسط ملعب دمياط، والدمياط معتمد على الهجمات المرتدة لعبده واحمد اسماعيل، انما لغاية دلوقتي لسه ما فيش خطورة على مرمى حسين السيد، واقدر اقول ان كرة احمد الكاس اللي جت في المقص اليمين مع كرة ايمن منصور اللي دخلت الجون ولغاها الحكم على تسلل،
مع الكرة الأخيرة دي اللي لعبها خالد غندور للكاس، ثلاث فرص لا بأس بيهم أبدا لنادي الزمالك، إنما لسه الخطورة الكاملة اللي تخلص ما شفناهاش. أشرف قاسم على الأرض، أحمد الكاس يرجع مرة تانية لأشرف، طويلة مردودة لأشرف وتسقيطة مرة تانية في اليمين إسماعيل، وإسماعيل اتشنكل من محمد الحادي رقم 20، تبقى ضربة حرة مباشرة للزمالك من إحدى البقاع السحرية في الملعب من ناحية اليمين. دي عايزة الهيدرز الحلو اللي يقدر يطلع ويحط. برضو نبيل محمود مكمل مع مدحت عبد الهادي المرة دي، وخالد الغندور هيعملها بشماله، وادي فاروق جعفر بينادي وفاتح في الطرف خالص نبيل محمود، وأرضية ما هياش عالية مش حلوة يا خالد، تتقطع على طول وطويلة لمحمود عبده، توصل لمرعي، مرعي أرضية لأشرف، لمرعي لإسماعيل، يفتح في اليمين مرة تانية يحيى نبيل، يحيى نبيل رمي التماس للزمالك من ناحية اليمين، وادي عادل طعيمة ومجموعته والبدلاء، كاس تتاخد من الكاس، ياخدها ايمانويل الناجيري يحطها لأشرف الحلاج، أحمد إسماعيل يضغط على أحمد بشدة، وشايف كده حكم رايح له فعلا انذار مظبوط كده، شده من غير كرة، الانذار الأول في المباراة لأحمد إسماعيل. كان أخذ الكرة فعلا وعدى وهو شده من غير كرة، وضع طبيعي يا أحمد، لازم هتاخد انذار وتبقى متوقعة قبل ما تعمل اللعب. إسماعيل أشرف قاسم في مساحة فاضية على الأرض، الغندور عايز يعدي الغندور، يضغط عليه على طول من حمدي، وياخدها ايمانويل الغاني، تتزق من ايمانويل لعفت لاشرف، يجي يلعبها تبقى قصيره شويه، وهجمه سريعه من ناحيه الشمال لدمياط، انما مفيش الزياده العدديه اللي يقدروا يعملوا بيها هجمه مؤثره، ويخش على طول مدحت عبد الهادي، برافو يا مدحت، ماشي بيرفع له ايده ايمن منصور، يلعبها طويله في اتجاه الغندور، ياخدها في السكه اسامه حلمي اللي ضمم لجوه، توصل مرة تانية لمحمود عبده، يرجع في الشمال وتسقيطة حلوة في وسط الملعب لحادي، تتزق من حادي، محمد الحادي لأشرف قاسم، يحيى نبيل في اليمين، واحدة طويلة للغندور وصورة مكررة معاه حمدي عبد القادر رقم 2 على طول، يعني يظهر عادل طعيمة قال له ما تسيبوش في أي حتة، هو فعلا لغاية دلوقتي مش سايبه خالص، ومرة تانية في وسط الملعب الحلاج عبده متاسف، يجي يلعبها لاسامه حلمي تطول، وترجع مره ثانيه لابراهيم الوالي اربعه، يلعب طويله مش لحد خالص، اشرف ليحيى نبيل، لاشرف قاسم في اليمين، يلعب واحده حلوه لعفت وهيجيب جون، هوبا الله، معقوله؟ مش ممكن، فرصه العمر، مش معقول، انفراد هقول ايه؟ يعني كوره مقشره مقشره مقشره، بنشوفها ايه مره ثانيه ايه؟ وعملها حلوه لاسماعيل، واخدها في سكته اسماعيل حلوه قوي وعلى يمينه حلوه، يا ابو السباع لازم تتظبط دي اكتر من كده، تبقى ضربه مرمى يلعبها الحضري عليا، اشرف قاسم، مدحت عبد الهادي في وسط الملعب، انما الزمالك ضاغط باستمرار على وسط دمياط وماشي ومعدي، ومدحت ومدحت وتسقيطه حلوه ومفيش رايه ولا حاجه، وهوبا يا ولد برافو يا لوزي، يطلعها قبل عفه نصال على طول لاحمد اسماعيل، يزقها منه نبيل محمود، ياخدها احمد مره ثانيه، برافو يا احمد، لاسامه حلمي 16، اسامه يلعب واحده طويله، شوفوا حضراتكم الصوره، مفيش ولا لاعب من دمياط في نص ملعب الزمالك، بيلعب دفاع منطقه كاملا، اشرف قاسم، وشايف انا لاعب واقع من دمياط، ويطلع اشرف قاسم بروح رياضيه كبيره قوي قوي قوي، اشرف قاسم علشان اللوزي يتعالج، برافو يا اشرف، يا سلام اللعبه لما يبقى فيها روح رياضيه بتبقى جميله، والجمهور لما بيبقى عنده روح رياضيه بتبقى حاجه جميله جدا، مفيش اجمل حقيقه من ان احنا نستخدم الرياضه بمعانيها الجميله واولها الروح الرياضيه. اللوزي رقم 18 واقع على الارض بيتعالج، وما زالت النتيجة في المنصورة 1-0 لصالح المنصورة، باعتبار ده أهم مباراة بتشغل
الاهتمام الكروي. هدف المنصورة احرزه تامر بجاتو زي ما جالنا من اذاعة الشباب والرياضة. قام اللوزي في العربية واخدها العربية بره عشان يتعالج سليم ان شاء الله يا لوزي. وكده دخلنا على 40 دقيقة من الشوط الاول، والحكم هنا بيبقى معاه ستوب ووتش بيوقفها لما بيتم علاج لاعب او كرة تقف لاي سبب، ويبتدي يدوس عليها مع استئناف الكرة. انما انا شايف اللوزي بيتمشى بره ان شاء الله سليمه وينزل باذن الله. اسامه حلمي يلعبها طويله، احمد اسماعيل مش لحد خالص، يرجعها طبعا هنا للزمالك. برافو مدحت عبد الهادي، ونزل اللوزي مره ثانيه وكده دمياط مكتمل. عفت نصار ماشي، عفت حطها مره ثانيه لايمن منصور في الشمال، يعدي ايمن وماشي وهيرفع ايمن بشماله، وعرضية حلوة يلمسها اسماعيل في السكة هو والكاس، كانت معاهم هما الاثنين، انما تعدي. ومرة تانية الغندور من ناحية الشمال، ماشي الغندور عايز يوقعها لاسماعيل يراها في السكة. شريف غزالة، برافو يا شريف. ومرة تانية الزمالك من ناحية الشمال ضاغط نبيل محمود، عصام ماري طالع له لبره، مدحت حطها على الأرض للكاس اسماعيل، توصل مرة تانية لعفة، التسقيطة عالية لأيمن منصور بزقة كده في الظهر، حكم يقول ما فيهاش حاجة. توصل في الشمال لإيمانويل الغاني، ماشي إيمانويل ويتشد كده، وتبقى ضربة حرة مباشرة لدمياط من ناحية الشمال لصالح إيمانويل الغاني اللي قام في الصورة ده. ده كان جه بيتدرب مع الأهلي أساسا، وبعدين الأهلي ما أخدوش ودمياط أخدته من غير ما تدفع ولا ملي. وادي 42 دقيقة على الشاشة، 0-0 الزمالك ودمياط في الاسبوع ال20. الزمالك متصدر الدوري. وادي واحده مره ثانيه من ناحيه الشمال وبيلم حمدي، وتسقيطه عاليه مش لحد خالص يلاقيها عصام مرعي. الزمالك 45 نقطه حضراتكم عارفين، الاهلي 42 نقطه، الاسماعيلي اللي بيلعب اتحاد سكندري النهارده في الاسماعيليه 40 نقطه. وادي واحده شريف غزاله وخالد الغندور، ياخدها شريف غزاله رقم 3 ويطلع طويله بره، رمي التماس للزمالك من ناحيه الشمال. عصام مرعي وبيجري له ايمن منصور، يحطها للغندور لمرعي، ومرعي بيبص للغندور في الشمال، وعلى طول حمدي عبد القادر معاه على طول رقم 2 يجي يلعبها، تلاقي على طول اشرف الحلاج برده ما يلعبهاش لحد خالص لاشرف قاسم. يحيى نبيل في اليمين، ماشي يحيى، ويزقها طويله مره ثانيه في اليمين اسماعيل، وبيلم اسماعيل وتطول، وتبقى ضربه ركنيه للزمالك من ناحيه اليمين. اسماعيل اسماعيل مستني الغندور عشان يلعبها ولا ايه؟ لعبها للغندور، الغندور بوش رجله الخارجي عاليه حلوه، انما الحضري برافو والله يا حضري، واخد ثقه الحضري من بعد ما اختير في منتخب مصر واشترك برضه في دوره الامارات الاخيره، وواخد ثقة في نفسه. طبعا الثقة بتفرق قوي مع اللاعب، ولغاية دلوقتي موفق جدا الحقيقة الحضري في كل الكور اللي جات له. عصام الحضري عالية، أحمد إسماعيل ترتد منه في وسط الملعب، أحمد الكاس يضغط على الكاس، وتبقى ضربة حرة مباشرة لنادي دمياط. هيلعبها اللوزي، حطها في وسط الملعب للحادي للوزي، اللوزي على الارض تطول اسماعيل، ولمسه يد لصالح الزمالك. اسماعيل يوسف لعصام مرعي، مرعي يزقها لايمن منصور، ايمن منصور يلم ايمن منصور ولسه مع ايمن، وياخد ضربه حره مباشره على ابراهيم الوالي رقم 4. مكان حلو قوي برضو من ناحيه الشمال، هيلعبها خالد الغندور بشماله، الغندور قدامه حيطه من 2، ومكمل نبيل محمود مع الفرقه وعاليه، يطلع على طول ابراهيم الوالي في وسط الملعب،
ياخدها من ناحيه اليمين اسامه حلمي 16، يضغط عليه مرعي ياخدها بسهوله جدا، ويرجع ليحيى نبيل اللي جه من اليمين هنا في الشمال، ويودي مدحت هناك ويخش لجوه مدحت ويخش لجوه على شماله ويزقها لايمن منصور، ويصفر الحكم ضربه جزاء لصالح ايمن منصور. وشايفه بيشاور، يظهر في لاعب قال له حاجه، انما حاط ايده في جيبه بيشاور على لاعب وبيكلمه الحضري. وهنشوفها مره ثانيه، وهي وايمن منصور وكان معاه لاعب من دمياط، وتبقى ضربه جزاء لصالح نادي الزمالك في الدقيقه تقريبا 45 من الشوط الاول نتيجه عرقله ايمن منصور. اهي مره ثانيه، اهي وادي مدحت عبد الهادي، وماشي مدحت وعدى على شماله ويزقها بوش رجله الخارجي، وايمن منصور ويقع على الارض، وكان في ظهره ابراهيم الوالي رقم 4. تبقى ضربه جزاء لصالح نادي الزمالك، ودخل كل الجهاز الفني والاداري لنادي دمياط بيحتجوا على اللعبه، واحمد اسماعيل واخد انذار، عمال يتكلم مع الحكم، انت واخد انذار يا احمد. و السيد العزبي ادى تعليماته للجهاز الفني والاداري يطلع، وشايف خالد الغندور بيصلح كورته، والحضري خالد الغندور في الدقيقة 46 من الشوط الأول، وادى السيد العزبي إشارته لخالد، وداخل خالد الغندور، اوبا جوه الجون، الله الله، حلوة الجون الأول لنادي الزمالك في الدقيقة 46 من الشوط الأول، 1-0 خالد الغندور، برافو يا خالد، 1-0 نادي الزمالك، خالد الغندور في الدقيقة 46 من الشوط الأول، برافو يا خالد. أهي مرة تانية داخل خالد وبيحطها بشماله وعلى يمين الحضري، راح الحضري هناك في الشمال وحطها له خالد في اليمين، 1-0. وهي سنتر فريق دمياط، وترجع الكورة مرة تانية لإبراهيم الوالي لأشرف الحلاج شيف غزالة، ويصفر حكم اللقاء السيد العزبي بنهاية الشوط الأول بتقدم نادي الزمالك 1-0. أحرز الهدف خالد الغندور من ضربة جزاء. أعزائي المشاهدين، استراحة قصيرة ثم نعود مرة ثانية إلى استاد القاهرة الدولي، حيث نلتقي مع حضراتكم وأحداث الشوط الثاني، فإلى استديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله. يشرفني ان اكون مع حضراتكم في احداث الشوط الثاني بين الزمالك ودمياط في ختام الاسبوع ال20 من مسابقه الدوري العام. انتهى الشوط الاول زي ما حضراتكم تابعتم، 1-0 لصالح نادي الزمالك. احرز الهدف خالد الغندور في الدقيقه 46 من الشوط الاول من ضربه جزاء اثر عرقله ايمن منصور داخل منطقه جزاء نادي دمياط. بقى كده نادي الزمالك على شمالنا بزيه المعهود الابيض، ودمياط بالزي الاحمر على يمنا. وادي خالد الغندور ماشي من ناحيه الشمال، ماشي خالد الغندور وعرضيه بره، تبقى ضربه مرمى لصالح نادي دمياط. بالنسبه للماتشات اللي اتلعبت النهارده، المنصوره والاهلي مع نهايه الشوط الاول، النتائج اللي هقولها لحضراتكم دي كلها، 1-0 المنصوره تامر باجاتو، المصري والقناه 0-0، الاسماعيلي واتحاد اسكندريه في الاسماعيليه 1-0 احرزه احمد الصغير، الترسانه والالومنيوم في الترسانه 1-0 احرزه علي ماهر، جمهوريه شبين والاولمبي 0-0. وهنا طبعا زي ما حضراتكم عارفين 1-0 للزمالك. وماشي نادي دمياط من ناحيه اليمين ابراهيم الوالي، يحطها في وسط الملعب للحادي لابراهيم الوالي رقم 4، يرجع للوزي 18، ماشي اللوزي في وسط الملعب مره ثانيه حلوه لاحمد اسماعيل، شوطه في وسط الجول، حسين السيد، اشرف قاسم، مرعي اللي بيخش من الشمال في القلب وبيطلع على الطرف على طول هناك نبيل محمود،
حطها على مدحت عبد الهادي اللي بياخد الجنب اليمين هنا مع يحيى نبيل اللي بيكمل لجوه، وشنكله ضربه حره مباشره لصالح الزمالك. يلعبها يحيى نبيل على طول لاشرف قاسم، طويله في اتجاه ايمن منصور، ياخدها منه ابراهيم الوالي في وسط الملعب الحادي، ماشي محمد الحادي ومعدي، حطها على شماله للحلاج، حلاج على شماله وعرضيه حلوه بتباغه على طول اشرف قاسم، يا واد العيب. ياخدها اشرف لاسماعيل، لاشرف في الشمال لمرعي، اشرف قاسم، اسماعيل يوسف، اشرف على يمينه مدحت عبد الهادي، طويله في اتجاه ايمن منصور، ماشي ايمن ومعاه ابراهيم الوالي، يزقه ابراهيم الوالي في ظهره، انما يحسبها الحكم لصالح ايمن منصور، لصالح ابراهيم الوالي على ايمن منصور. حضري علياء، يحيى نبيل، احمد اسماعيل يعلي فوق نبيل محمود بدماغه شيف غزاله، ياخدها احمد اسماعيل ويعلي فوق لإيمانويل الغاني لاحمد اسماعيل، احمد اسماعيل يحطها للحلاج على شماله ورا للوالي، ماشي اطول من لازم للشيف غزاله، اطول من لازم، تبقى رمي التماس للزمالك من ناحيه اليمين. مدحت عبد الهادي يرجع ورا ليحيى نبيل، عرضيه اشرف قاسم، ماشي اشرف، بدا الجمهور هنا يكتر شويه الى حد ما يعني، وماشي عصام مرعي من ناحيه الشمال لاحمد الكاس، اسماعيل يوسف، عفت نصار، يرجع مره ثانيه ليحيى نبيل اللي داخل لجوه، يسيبها لمرعي لمدحت عبد الهادي، وش رجله الخارجي حلوه في مساحه فاضيه خالص لاشرف قاسم، ماشي اشرف عايز يعمل 1-2 مع مرعي، يلمها مرعي ويلف حوالين نفسه يدور، ومره ثانيه مدحت عبد الهادي على الارض حلوه لاشرف قاسم، بيلم اشرف وبيلم على شماله هوبا، وهي الحضري، وما كانش فيه رايه، كان ايمن منصور مش متسلل ولا حاجه ويلف ويحطها، انما الحضري، برافو يا حضري. بيشاور لزمايله عصام الحضري عشان يطلعوا ويعمل واحده عاليه مردوده من احمد اسماعيل بكعبه حلوه لمحمد الحادي لمحمود عبده، يزقها لنفسه محمود عبده انما يقراها في السكه على طول اشرف، برافو يا اشرف. وعاليه في الشمال مره ثانيه دمياط بيحاول، ايمانويل، ايمانويل بيلم ايمانويل وراجع مره ثانيه حلوه، تعدي من محمد الحادي رقم 20، ياخدها منه ايمن منصور لاحمد الكاس، حلوه الغندور في الشمال وطلع له اسماعيل في مساحه حلوه قوي من ناحيه اليمين، ماشي الغندور، ماشي الغندور على الشمال، الغندور وبيلم ودخل تاني لجوه على يمينه، يلم مره ثالثه وراحت الخطوره يا خالد، ومره ثانيه عصام مرعي حطها في وسط الملعب لاشرف قاسم، في اليمين يحيى نبيل، ويحيى نبيل يلف كوره انما طويله شويه يلاقيها الحضري على طول، انما كان مكمل اسماعيل في مساحه حلوه ناحيه اليمين الحقيقه، فضل خالد ان هو يعمل ان هو يحط في اليمين وياخدها على الشمال، انما يتحلى عليه مظبوط وتروح الخطوره. ان شاء الله يوم 16/5 لاعب النادي الاهلي السابق والاتحاد السكندري صديق الجمال هتقام مباراه اعتزاله ان شاء الله بين الاتحاد السكندري والنادي الاهلي في اسكندريه باذن الله، بالتوفيق يا صديق. ومره ثانيه مدحت عبد الهادي ماشي من ناحيه اليمين، حطها ارضيه ما تلاقيش حد خالص، يخش اللوزي من ورا في وسط الملعب، توصل لمحمد الحادي، ماشي محمد رقم 20، حطها على يمينه في اتجاه احمد اسماعيل، تطول وتبقى رامي التماس لدمياط في نص الملعب من ناحيه اليمين. هنا طبعا الجمهور على طول بيتفرج على الزمالك وبيتابع كل الماتشات من اذاعه الشباب والرياضه الحقيقه، تقدم خدمه كويسه قوي الحقيقه، وبتبقى هنا على طول السمه المميزه راديو في كل ودن على طول كده.
مرة تانية الزمالك من ناحية الشمال مقطوعة، وشايف دمياط بيجهز لاعب على الخط رقم 12 صلاح عز الدين، هنشوف هينزل مكان مين. وماشي دمياط من ناحية الشمال ايمانويل، ايمانويل ماشي ايمانويل، وكان طالع له لبره شيف غزالة يعلقها في منتهى الخطورة. برافو يا حسين، برافو يا حسين. اشرف قاسم، عصام مرعي، مرعي اسماعيل في وسط الملعب ماشي. مدحت عبد الهادي طويله في اليمين لايمن منصور، ومعاه ابراهيم الوالي اربعه على طول مع بعضهم، يلعبها عرضيه يطلع على طول اللوزي. تكليفات خط ظهر دمياط واضحه جدا، حمدي عبد القادر مع خالد الغندور، وابراهيم الوالي مع ايمن منصور على طول، وشيف غزاله مع احمد الكاس لما بيكمل. وادي تغيير لنادي دمياط، طالع رقم 12 رقم 10 احمد اسماعيل، وادي الكره عاليه وهوبا بره مدحت بره، طلع احمد اسماعيل رقم 10 اللي هو كان اخذ الانذار، ونزل مكانه رقم 12 صلاح عز الدين. التغيير الاول لنادي دمياط بنزول صلاح عز الدين رقم 12 بدلا من احمد اسماعيل رقم 10. ضربه مرمى لنادي دمياط، وما زالت النتيجه 1-0 في الدقيقه 9 تقريبا من الشوط الثاني لصالح نادي الزمالك. احرز الهدف خالد الغندور من ضربه جزاء في الدقيقه 46 من الشوط الاول. حلاج على شماله شريف غزاله يحطها لحمدي عبد القادر، طويله ايمانويل بدماغه في اتجاه محمود عبده، خش نبيل محمود يديها لمدحت لاشرف قاسم، ماشي اشرف مرعي، يعدي مرعي لجوه وتشانكل، وتبقى ضربه حره مباشره للزمالك من ناحيه الشمال. يرجع اشرف قاسم لنبيل محمود، مدحت عبد الهادي، وما زال دمياط بيلعب في نص ملعبه ودفاع منطقه مع الاعتماد على الهجمات المرتده السريعه. وخالد الغندور وحمدي ياخدها اللوزي، يرجع ياخدها خالد الغندور ويتشانكل، والحكم يقول ما فيهاش حاجه. تطول لاسماعيل يوسف في وسط الملعب على يمينه عفت نصار، ويتشانكل عفت نصار وياخد فاول. اسماعيل يوسف وبرده مكمل نبيل محمود هناك خالص، وعاليه والحضري، برافو يا حضري، برافو يا حضري، قبل عفت نصار ياخدها من فوق. فعلا ستايل الحضري الحقيقه مميز جدا، ويستاهل فعلا ان هو يكون ضمن صفوف المنتخب. شريف غزاله يلعب واحده في اليمين لابراهيم الوالي، ماشي الوالي يحطها على 12 لسه نازل صلاح عز الدين، ماشي صلاح يزقها في البين مره ثانيه ترجع للوالي يعلي فوق مش لحد خالص، يسيبها طبعا، وتبقى رمي التماس للزمالك من ناحيه الشمال. نبيل محمود، حسين السيد، اشرف قاسم، مدحت عبد الهادي، ماشي مدحت، ويلعب واحدة في اتجاه الغندور تطيتها في السكة في وسط الملعب لمرعي لأشرف قاسم، مدحت عبد الهادي، وما زال الزمالك برضو مسيطر، إنما لسه الفعالية الحلوة اللي احنا عارفينها عن أداء نادي الزمالك لسه برضو ما وصلنالهاش لغاية دلوقتي، باستثناء يمكن 5-6 دقايق في الشوط الأول أحرز خلالها خالد غندور من ضربة جزاء. اشرف قاسم لاحمد الكاس في اليمين، مدحت عبد الهادي
انما اقدر اقول طبعا ما زال الزمالك متاثر نفسيا بخروجه من كاس مصر، انما مع الوقت طبعا ومع تكرار المباريات هيبقى له طبعا الشكل الحلو اللي احنا عارفينه. تسقيطه طويله تروح على طول لعصام الحضري. حضري عالية واشرف قاسم يرجع بدماغه باك ورد حلوه من مدحت عبد الهادي في وسط الملعب لعفت نصار في اليمين ايمن منصور وش رجله الخارجي احمد الكاس عايز يشوط احمد يلم مره ثانيه هوبا عفت نصار حلوه حلوه الحضري حلوه يا عفت ابراهيم الوالي رقم اربعه ماشي حمدي عبد الفتاح عبد القادر ماشي حمدي يحطها هناك لغزالة في اليمين أسامة حلمي في وسط الملعب محمد الحادي يلعبها طويلة في اتجاه محمود عبده أطول من لازم تبقى رمي التماس للزمالك من ناحية اليمين مدحت عبد الهادي يحيى نبيل أشرف قاسم على الأرض إسماعيل يوسف يضغط عليه ياخدها منه محمد الهادي بزقة تبقى ضربة حرة مباشرة لدمياط يلعبها اللوزي مقطوعة من نبيل محمود حلوة لأيمن منصور وهجمة مرتدة سريعة أيمن منصور وإبراهيم الوالي أيمن يخش لجوه ويلعبها أرضية لغندور في الشمال بيصلح الغندور اوبا برافو يا غندور برافو يا حضري حلوه شوطه حلوه من الغندور وصدها احلى من عصام الحضري ضربه ركنيه للزمالك من ناحيه الشمال رايح لها خالد الغندور هيكون مره ثانيه تمريره ايمن منصور لخالد الغندور يحط صاروخ يطرها على طول الحضري برافو يا حضري ضربه ركنيه خالد الغندور من ناحيه الشمال وعالية هوبا نبيل محمود وعالية مرة تانية فوق وضربة حرة غير مباشرة على عفت نصار رافع رجله مع اللوزي وادي أيمن شوقي بيسخن من نادي الزمالك إيمانويل مدحت عبد الهادي عاليه بقلوشه ما تطلعش لسه موجوده في الملعب شريف غزاله يرجع ورا للحضري حضري طويله في وسط الملعب اسماعيل يوسف يردها على طول لخالد الغندور والغندور بيصلح وشوطه بره بره باصص له احمد الكاس وباصص له ايمن منصور بيقولوا له يعني فبيقول لهم فيها ايه يا جماعه واضحه طبعا من حركه شفايفه فيها ايه طبعا ان هو لو هتشوط حلو قريب شويه خالد ما كانش بتمرر اللاعب افضل انما هي شوطه مش بطاله انما طلع بره. دمياط شمال غزاله شريف غزاله وسط الملعب الحلاج على يمينه طويله لابراهيم الوالي تطول وتبقى رمي التماس تتلعب على طول من نادي الزمالك لخالد الغندور ماشي ويلعب واحده حلوه لايمن منصور هو جول هو جول يا راجل يا راجل ايمن منصور تمريره حلوه قوي 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 ادي التمريرات الحلوه يا خالد اللي بتحط زميلك هو بمواجهه الجول حطها حلوه قوي من ناحيه الشمال خالد الغندور في سكه ايمن منصور ما مشيتش مع ايمن في سكته تتنقل على طول الكره في وسط الملعب دمياط غزالة شريف غزالة يرجع مرة تانية للوزي ماشي اللوزي محمد الحادي وسط الملعب الحلاج على يمينه إبراهيم الوالي ولسه دمياط بيحضر في وسط ملعبه توصل مرة تانية للشريف اللوزي للشريف غزالة رقم ثلاثة يرجع في وسط الملعب للوزي عيد اللوزي
عرضيه في اتجاه ايمانويل، يزق ايمانويل يحيى نبيل، تبقى ضربه حره مباشره لنادي الزمالك. تتلعب الكره على طول في اتجاه ايمن منصور وابراهيم الوالي، ياخدها ابراهيم الوالي ويحل عليها ايمن، لسه مع ابراهيم الوالي وياخدها منه ايمن وتتزق مره ثانيه وتبقى ضربه حره مباشره لدمياط من ناحيه اليمين. زي ما قلت لحضراتكم ابراهيم الوالي اربعه بيلعب مع ايمن منصور، حمدي عبد القادر اثنين بيلعب مع خالد الغندور، شريف غزاله ثلاثه بيلعب مع كاس لما بيجي من ورا. ادي شريف غزاله اهو رقم ثلاثه ماشي ويلعب واحده طويله ياخدها مدحت، برافو يا مدحت. في وسط الملعب اشرف قاسم، عفت نصار، خالد الغندور، يعدي خالد الغندور يضغط عليه على طول من غزاله، تبقى رمي التماس للزمالك من ناحيه اليمين. عفت مقطوعه، تبقى ضربه ركنيه للزمالك من ناحيه اليمين. حوالي 17 دقيقه على بدايه الشوط الثاني، ما زالت النتيجه 1-0 لصالح نادي الزمالك. احرز الهدف خالد الغندور في الدقيقه 46 من ضربه جزاء بعد عرقله ايمن منصور. وادي خالد الغندور ضربه ركنيه وعاليه، والحضري بالبوكس على طول، برافو يا حضري. اسماعيل يوسف في اليمين تضرب في رجله الثابته وتبقى رمي التماس لدمياط. حمدي عبد القادر في وسط الملعب، شريف غزاله، اللوزي، اللوزي مقطوعه منه لاحمد الكاس، يزقها حلوه المرعي في الشمال، ماشي مرعي اطول لايمن منصور انما اطول من اللازم، ترتد مره ثانيه لدمياط في اليمين. اسامه حلمي مش لحد خالص، نبيل محمود، اشرف قاسم، عفت، نبيل محمود. وادي نص ملعب الزمالك كله ما فيهوش ولا فانيلا حمراء، كل دمياط في نص ملعب. عفت نصار في الشمال لمرعي، تتقطع من مرعي وماشي دمياط، مرعي تسقيطه في اتجاه الغندور، يلعبها ايمن ملو ايمن ويل منه لغزاله لحمدي، متاسف عبد القادر رقم اثنين، يقلش حمدي وتبقى رمي التماس. وانا شايف ايمن شوقي بيجهز هنا جنب احمد رفعت بيديله تعليماته. هنشوف مين طالع، ايمن منصور ولا مين، هنشوف. رمي التماس عفت، ياخدها من ايمن ويل ويرجع عليها يحيى نبيل. وسط الملعب ايمن منصور، حطها مره ثانيه لعفت، يرجع ورا لاشرف قاسم، ودمياط كلها في تلتين ملعبها، وماشي مره ثانيه مرعي على الارض حلوه لعفت، يسندها لمدحت عبد الهادي، يتزحلق مدحت وياخد ضربه حره مباشره على مسافه حوالي 28 30 يارده تقريبا من ناحيه الشمال. وشايف كمان لاعب ثاني من نادي الزمالك، ادي ايمن منصور واقف على الخط اهو، وحصل التغيير فعلا، برافو يا ايمن. طلع ايمن منصور ونزل ايمن شوقي. التغيير الاول الزمالك بنزول ايمن شوقي، يبقى كده كل فرقه عملت تغيير واحد. ايمن منصور ضربه حره مباشره الكاس وداخل الكاس، حلوه يا واد يا لعيب، حلوه 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 على شمال المقص الشمال. عصام الحضري وشايف برضو محمد صبري من نادي الزمالك بيسخن ورا الجون. الحضري لحمدي عبد القادر، ماشي حمدي تطول منه وتبقى رمي التماس للزمالك من ناحيه اليمين. عفت نصار، يحيى نبيل، وفي لاعب برضو بيسخن من دمياط. كده كل فرقه فيهم عملت تغيير واحد.
مدحت عبد الهادي طويلة في اتجاه خالد الغندور، خالد أرضية مدحت عبد الهادي في وسط الملعب، ماشي ماشي ماشي، هوبا وضربة جزاء تانية، وضربة جزاء تانية. وهنا يظهر حد قال كلمة كده مش مظبوطة للحكم، المرة دي بيطلع، شايفه هيطلع، هنشوف ايه، هيطلع كارت ولا لا؟ والله بينادي اهو، ماشي معدي اهو 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 اهو، ووقع على ضربة جزاء تانية. انا فاكره عايز يطلع كارت لحد لما يظهر، كان بيشاور بايده عشان الجهاز الطبي ينزل يشوف مدحت عبد الهادي اللي عدى من الوسط كويس قوي الحقيقه مدحت، ووقع جوه ال 18 اهي مره ثانيه اهي، ادي مدحت اهو وماشي من القلب ومعدي من القلب ومعدي من القلب، وضرب الجزاء حسبها الحكم سيد العزبي ضربه جزاء. وادي ابراهيم الوالي وحمدي واسامه حلمي نمره 16، ثلاثه ملمومين على الحكم بيكلموه. طبعا هو لا يمكن هيرجع في قراره ابدا، استحاله. هو اسامه حلمي رقم 16 قال لفريقه خلاص يلا. وخالد الغندور شايف واخد الكوره بتاعته عشان يحط كوره على نقطه الجزاء. ورقم 13 من دمياط بيسخن. والسيد العزبي وداخل الغندور، خالد الغندور، وادي التغيير حصل ودخل محمد طغيان وخرج الحلاج، وبيصلح كورته خالد الغندور وداخل خالد، وهوبا جوه جول، جوه جول في نفس المكان على يمين عصام الحضري. الجون الثاني لنادي الزمالك، خالد الغندور ايضا من ضرب الجزاء في الدقيقة 25 من الشوط الثاني. خالد الغندور نتيجة عرقلة مدحت عبد الهادي داخل منطقة الجزاء يحطها حلوة حلوة حلوة. 2-0. في الدقيقة 25 من الشوط الثاني يحرز خالد الغندور الهدف الثاني لنادي الزمالك وتفتح النتيجة 2-0. وتم التغيير، محمد طغيان رقم 13 بدلا من الحلاج رقم 8. ومرة تانية من ناحية الشمال ووقع لاعب وانا شايفه هيصفر، حكم شكله كده هيدي انذار، وادى فعلا انذار لرقم 12 صلاح عز الدين، انذار. هو يظهر كلمه كده كلمة لان الكرة اللي فاتت دي بتاعت محمود عبد الله، محمود عبده دمياط، بتقول ان اتشنكت. طبعا الحكم ما ادهاش، يبقى خلاص اعترض عليه صلاح عز الدين فاداله انذار. تتلعب الكره على طول طويله، رميه تماس لصالح دمياط من ناحيه اليمين، تتلعب الكره على طول في وسط الملعب لصلاح رقم 12، تطول تبقى رامي التماس، يلعبها على طول صلاح في وسط الملعب لمحمد الحادي، ياخد زقه محمد، تبقى ضربه حره مباشره لدمياط، تتلعب الكره على طول في اليمين، ماشي اسامه حلمي يزقها مره ثانيه، وماشي دمياط وبيصلح، واسامه حلمي في اليمين وهيرفع ويعدي وماشي وماشي ويلم، وعرضيه عاليه حلوه يا واد العيد، برافو يا حسين. يطلع حسين فوق قبل ايمانويل رقم 19، برافو يا حسين. حسين السيد، هاي الكرة ايه مرة تانية ايه، يعدي من ناحية اليمين وعالية، يطلع على طول فوق حسين عالي قبل ايمانويل، برافو يا حسين. ومرة تانية اللوزي حطها في اليمين في اتجاه اسامة حلمي، يقراها منه عصام يحطها للكاس، لاسماعيل للكاس،
كاس طويله لعفت، عفت ينقشها احلى المدحت، مدحت تيجي زقها تتقلب في وسط المسافه لحمدي عبد القادر من ناحيه الشمال ماشي يلم حمدي يخش لجوه. مدحت في وسط الملعب حلوه للغندور لايمن شوقي، ماشي ايمن تطول من ايمن ياخدها منه على طول ابراهيم الوالي يطلع واحده طويله لايمانويل توصل ل 13 لسه نازل طغيان يزقها في وسط الملعب وماشي محمد الحادي مقطوعه من محمود عبده لاسماعيل يوسف احمد الكاس في الشمال مرعي يزقها احلى لاحمد الكاس ماشي الكاس ماشي الكاس يحطها على شماله الغندور وتطول وتبقى ضربه ركنيه لنادي الزمالك. لا ده ايه ده اوفسايد، ده اوفسايد على خالد الغندور، تبقى ضربه حره غير مباشره لدمياط. شايف انا محمد صبري على الخط بيجهز لنادي الزمالك، هنشوفه ينزل مكان مين. ومره ثانيه محمود عبده بدماغه طويله في اليمين ياخدها نبيل محمود وماشي يحطها مره ثانيه لاحمد الكاس، احمد الكاس طويله حلوه ايمن شاوي يخش الحضري، برافو يا حضري عامل جيم كويس قوي الحضري، والجونين اللي دخلوا فيه من ضربتين جزاء يعني لا يسال ابدا عنهم الحقيقه. واسماعيل يوسف ماشي من ناحيه الشمال 1 2 يقراها في السكه على طول، برافو محمد الحادي ماشي محمد صلاح تطول من صلاح تبقى رمي التماس للزمالك من ناحيه الشمال. محمد صبري جاهز هنا على الخط لسه ما نزلش، عفت ماشي عفت بالكوره ماشي عفت عفت وعايز يعدي من ناحيه الشمال تتقطع على طول ويرجعها مره ثانيه في وسط الملعب وعرضيه لاحمد الكاس هوبا والحضري الله الله حلوه، برافو يا حضري برافو يا كاس. هذه الكره هي مره ثانيه احمد الكاس وبص احمد وقفلها حلوه على يمين الحضري يروح لها على طول، برافو يا حضري. ومره ثانيه من ناحيه الشمال يزقها حمدي وتطول وتبقى رمي التماس لصالح دمياط من ناحيه الشمال، والتغيير هيتم اهو. ادي عفت نصار، انما برافو يا عفت عامل ماتش كويس قوي الحقيقه عفت، طالع عفت نصار ونازل محمد صبري، برافو يا عفت. تتلعب رمي التماس على طول وعاليه فوق عاليه فوق من محمد الحادي عاليه. محمد صبري طبعا حضراتكم عارفين كان عامل عمليه جراحيه بسيطه والحمد لله وقام وشافي واتمرن وادي بيشارك النهارده اهو لاول مره. احمد الكاس مدحت عبد الهادي مقطوعه منه، هجمه مرتده لشريف غزاله من ناحيه الشمال، شريف غزاله ماشي شريف شريف وزقها حلوه حلوه والله يا شريف وبرافو يا حسين حلوه يعدي حلوه قوي شريف غزاله نمره ثلاثه من ناحيه الشمال اللي راجع في الصوره ده وزقها بسن الجزمه كان ممكن تروح قوي انما برافو يا حسين. ادي مره ثانيه اهو شريف غزاله من ناحيه الشمال وداس على كورته في مساحه وفي هجمه مرتده فيها على نادي الزمالك وماشي ومرعي بره بره مرعي شبه انفراد شبه انفراد يا مرعي ويحطها على شمال القائم الشمال اقول ايه بنص يارد، برافو يا مرعي. والماتش ساخن وادي عصام مرعي اهو مره ثانيه داخل لجوه من ناحيه الشمال بسرعته وزقها حلوه حلوه عايزه تخش لجوه سن مدحت بفدائيه يطلع يلعب واحده عاليه فوق مردوده مره ثانيه من غزاله في وسط الملعب لصلاح عز الدين يزقها على يمينه لاسامه حلمي في وسط الملعب مره ثانيه دمياط ماشي وماشي دمياط ماشي ويتشنكر وتبقى ضربه حره مباشره لصالح دمياط من ناحيه اليمين مسافه تقريبا 35 يارده تقريبا من ناحيه اليمين ضربه حره مباشره من ناحيه اليمين بيثبت كورته في ثلاثه حوالين الكوره شايف شريف وشايف ابراهيم وداخل مردود على طول في الحيطه لاحمد الكاس
مردوده مره ثانيه وشوطه هوبا حلوه حلوه برافو شوطه جميله من صلاح وتطلع فوق من حمدي عبد القادر برافو يا حمدي اهو يلم كورته هو مره ثانيه اهو ومسافه حوالي 35 يارده يطلق قذيفه حلوه برافو يا حمدي 32 دقيقه على بدايه الشوط الثاني 2-0 لنادي الزمالك احرز الهدفين خالد غندور من ضربتي جزاء في الدقيقه 46 من الشوط الاول بعد عرقله ايمن منصور وفي الدقيقه 25 من الشوط الثاني بعد عرقله مدحت عبد الهادي وادي هجمه من ناحيه الشمال رايه وصفار اوفسايد ضربة حرة مباشرة يلعبها مدحت على طول لنبيل محمود في الشمال أشرف آسف ياخدها أشرف من مرعي وماشي حطها لمرعي مرة تانية تطول من مرعي مردودة في وسط الملعب وضربة حرة مباشرة لصالح الزمالك من ناحية الشمال وادي فاروق جعفر بينادي على لاعبته اشرف آسف يزقها على شماله المرعي ماشي مرعي ويلعب واحده عرضيه الله حلوه 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 باك ورد جميله جدا من ايمن شاوي يا واد يا لعيب تمشي على شمال القائم الشمال محتاج قوي ايمن شاوي في الفتره دي ان هو يجيب حاجه حلوه انما لعيب كبير يا واد يا لعيب وما عليتش وطلعت في هقول ايه 3 4 متر يعني الارتفاع القاتل لحارس المرمى ومرة تانية الحضري مردودة منه لأيمن شاوي ترجع للحضري لازم يلعب برجله حطها في الشمال لشريف غزالة ماشي شريف ماشي شريف بيتقدم على طول من ناحية الشمال شريف ومعدي ويزقها حلوة لإيمانويل يجي يديها له إيمانويل يقراها مدحت ويطلعها بره رمي التماس لدمياط من ناحية الشمال أنا عايز يلعب بالكرة الاحتياطي الحكم قال لا الكرة جت أهي هيلعبها حمدي عبد القادر لإيمانويل ومعاه يحيى نبيل إيمانويل يزقها لحمدي عبد القادر حمدي بيدور حمدي لمحمد الحادي لإيمانويل ومعاه مدحت يزقها منه مدحت برافو مدحت للكاس لإسماعيل إسماعيل يزقها مقرية على طول من شريف غزالة على صدره عايز يسحبها كده لورا محمد طغيان ما تمشيش تروح لمدحت مره ثانيه في وسط الملعب للكاس مقطوعه منه محمود عبده محمود عبده ل 20 محمد الحادي يحطها لاسامه حلمي في الشمال في اليمين اسامه لسه تحت رجله وماشي ويزقها مره ثانيه من محمد صبري انما تتلم على طول يا واد يا مرعي مرعي لمحمد صبري تطول وعرضيه مش لحد خالص حسين السيد كاس اشرف قاسم الكاس في اتجاه ايمن شاوي تتزق من ايمن في الشمال ايمانويل ايمانويل عايز يسقط واحده يقراها منه في السكه نبيل محمود في وسط الملعب محمد الحادي 20 على يمينه اسامه حلمي يحطها في الشمال لطغيان بيلم طغيان 13 لمحمد الحادي 20 يزقها في اتجاه طغيان مره ثانيه ماشي طغيان وطغيان ويقع طغيان على الارض انما ما فيهاش حاجه طغيان قوم قوم يا راجل الكاس اشرف قاسم يا واد يا لعيب ياخدها كده بحلاوه من فوق دماغه اسامه حلمي وبكعبه مره ثانيه الغندور انما قصيره شويه تتقري منه في السكه ودمياط عايز يعمل هجمه مرتده وماشي في وسط الملعب بيلم وياخدها محمد الحادي وتسقيطها طويلة في اليمين في اتجاه أسامة حلمي إنما يلمها ويرجع ورا مرة ثانية في منتهى الخطورة هجمة دمياط وهيرفع وعرضية تعدي من فوق طغيان لازم تتظبط الأوفرات دي على الدماغ يعني يتنشن كده على الدماغ وحسين السيد يطلع بره رمي التماس لدمياط من ناحية الشمال
تتلعب رامي التماس في وسط الملعب لمحمد الحادي على الارض في اتجاه محمود عبده وايمانويل، انما حسين السيد برافو يا حسين. بدا دمياط لما تخلى عن الحذر الدفاعي بدا يوصل للثلث الهجومي بتاعه او الثلث الدفاعي بتاع نادي الزمالك، وبدا يشارك في الهجمات، انما كتير قوي من الفرق بتفرض على نفسها في البدايه حذر دفاعي، وبعدين لما بيخش فيها جون او حاجه بتبتدي تفتح خطوطها وتوصل ويبقى عندها خطوره. كان تخلص من العقده دي شويه نادي المنصوره في ماتشه مع الزمالك، ولغايه النهارده مع الاهلي هو كسبان 1-0، وبيلعب حسن مجاهد مديرهم الفني بخطوطه مفتوحه وبيهاجم على طول، بس معاه لعيبه مساعده. ماشي غزاله من ناحيه الشمال وغزاله وقلت